طبعا نفسي اخلص كلية يبقى ليا الكارير بتاعي، افتح مركز خاص بيا في الرياضة. نفسي ابقى بطل اولمبي ان شاء الله. نفسي اشتغل في شركة دعاية كبيرة، ونفسي اكمل في الرماية علشان انا بحب الرياضة دي. كنت مشاركة في بطولة كاس اتحاد امبارح، والحمد لله جبت مركز اول بسكور حلو في الرياضة وكده. انا ان شاء الله يعني هوصل لبطولة العالم. بلعب رماية بقالي 8 سنين، حققت 6 ميداليات ذهبي، 8 فضة و3 برونز. الناحية العلمية عايز اطلع مهندس كمبيوتر. ان انا ما بعرفش اتمرن الوقت الكافي ليا. الاثنين بيتواجهوا مع بعض، اللي هو الرياضه والدراسه، فانا بحاول يعني على قد ما اقدر اوفق بين الاثنين. لو الحاجه طالعه مش زي ما انا عايزاها قوي ببقى عصبيه شويه، بحاول ان انا اشتغل على نفسي اكتر عشان الموضوع ده ما يبقاش موجود. لما بشوف تيجي التعب ده اللي بحققه او اللي بوصل له، بحس ان انا يعني مبسوط باللي انا عملته. لما بتدرب كتير جدا واجيب مجموع حلو او مركز حلو او بكسر السكور بتاعي، ببقى حاسه ان انا متحمسه ومتحفزه اكتر ان انا يعني اتدرب اكتر واجيب اعلى ان شاء الله. تجربة جديدة ليا بالنسبة لي ان انا بعيد عن البيت، قاعد في مكان فترة طويلة غير بيتي. بحب لمة الصحاب، وبحب ان احنا بنساعد بعض وبنشجع بعض ان احنا نشتغل احسن. على طول بشوف ناس جديدة وكده واتعرفت عليهم، واللمة اللي بتبقى في الجامعة. كنت متوترة شوية عشان هي حاجة جديدة عليا، ولسه ما اعرفش المكان، يعني لسه مش متعودة عليه ولسه مش متعودة على الدكاترة وكده. ده كنت قاعد سنة او اكتر بتعب عشانه في ثانوية عامة وكده، وحسيت ان انا حققت اللي انا عايزه. هو كانت حاجة جديدة اكيد يعني بالنسبة لي، فهي كانت حاجة يعني حسستني ان انا يعني انا خلاص كبرت يعني، وبعيد عن بقى المدارس والكلام ده. انا خلاص متعودة على المكان، عندي صحابي، عارفه الناس اللي موجوده، عارفه الدكاتره بتوعي، عارفه المعيدين بتوعي. كان بقى عامل زي بيتي اكتر من ان انا كنت داخله حاجه جديده. فاكرين كل لحظه عشناها، ودايما هنكون معاك. جامعه سينا معاك في تفاصيلك.